شهد ملعب إدريس محمد أويا مساء أمس مباراة في إطار دور رابطة أبطال إفريقيا، حيث التقى نادي إليك إسبور مع نادي الترجي التونسي، وانتهت المباراة بالتعادل هدف لهدف. تقرير آدم حسن المكاوي للمرة الثانية. نادي الترجي التونسي ونادي الكهرباء إليك إسبور تشادي يخوضان مواجهة تفاصيلها أدهى وأمر. الأول فيها يشن حملة دفاع علاقة برابطة أبطال إفريقيا، والثاني يسعى ليحقق حلم ليس بمستحيل في المستطيل الأخضر. ككل قصة مباراة، شرع الفريقان في تحري الفوز، حيث استهلت المواجهة بهجوم لاعب الترجي على مرمى حارس إليك آدم ضيف الله برفقة سؤال: هل أنت جاهز؟ وجاء جواب آدم ضيف الله: أنا السد ولا سد بعدي، وقد أعذر من أنذر. فكان لكيل هجمات الترجي بالمرصاد. أما الكهربائيون لاعبو إليك إسبور فقد رفعوا من قوة تيارهم الكهربائي حتى صار الدفاع دفاعا صلبا والهجوم هجوما ضاربا، في لحظات صعب فيها الشهيق والزفير على المدرجات حتى صافرة نهاية الشوط الأول وتنفس الجميع الصعداء. الجزء الثاني من اللقاء لم تتغير فيه الأحوال كثيرا، فالندية والتحدي كانا هما سيد الموقف، حتى أتى من وراء الخط مهاجم الترجي فادي بن شوق ليكسر صمت الأهداف ويسجل أول هدف لصالح فريقه. 1-0 نتيجة تلقها لاعب إليك، فأعلنوا حالة التأهب. فأشعل مهندس المباراة باخي جبريل نار الحماس والإثارة في الملعب، فأشار إليه مدرب إليك عمر فرانسيس توقل في الداخل مباشرة، وبدون نقاش جرت الكتيبة الصفراء الكرة إلى داخل منطقة 16، حيث كان لها بخيت بالمرصاد فأطلق قذيفته باتجاه المرمى لتسكن الشباك. وسيطر التعادل الإيجابي أجواء المباراة لدقائق، بعدها كذلك أعاد بخيت ورفاقه الكرة، فتعرض لعرقلة من الدفاع احتسبها حكم المباراة ضربة جزاء نفذها لجي، وكان لها حارس الترجي التونسي معاذ بن شريفة. وبهذا حسم لقاء المتعة هذا بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. مساعد مدرب نادي الترجي التونسي ماجد طاوي بعد انتهاء المباراة أشاد بالمستوى الفني الجيد لنادي إليك إسبور ورياضة شادية، مفيدا بأن الفريقين قدما أداء جيد. عمر فرانسيس مدرب إليك إسبور بدوره أكد أن فريقه سيجهز للجمهور التشادي مفاجأة من العيار الثقيل في مباراة الإياب التي ستكون في تونس، وربما قد يصدق الرجل.